تشغيلها وتوليد كهرباء، هيولد كهرباء ازاي؟ هي الامل عندهم دلوقتي ان التوربينين يركبوا والمياه دي تشغلهم. ده الامل، ده كان الامل موجود السنه اللي فاتت وفي السنوات السابقه. لكن هل هينجح ان هو يركب التوربينين دول هذا العام؟ يعني ده احنا مش عارفين، لان اثيوبيا متخبطه اصلا ما تعرفش، وحضرتك عارف ان هم كانوا في بدايه انشاء السد عند وضع حجر الاساس، كان الاتفاق يعني هم يعني في التخطيط الاثيوبي على ان يبقى فيه 15 توربين بكمية كهرباء تولد حوالي 5250 ميجا وات. بعد كده يعني كان عندهم أمل أنهم يزودوا، فقالوا هيبقى 16 توربين ويزودوا كفاءة التوربينات وتوصل ل 6000 ميجا وات. ومن عامين قالوا لا ده احنا هنخفضهم بقوا 13 علشان لقينا أن الكفاءة يعني هتبقى هي، وبالتالي ده هيبقى تكلفة عالية بدون فائدة، وبالتالي خفضوا ل 13 توربين مرة تانية. فإذا هذا التخبط هو ده اللي هم نفسهم حتى مش عارفين. لو دكتور عباس قرر أو ملأ زي ما هو بيقول النهاردة، إيه اللي ممكن يحصل؟ إيه تداعيات هذا الملء بالنسبة لنا؟ الملء التاني بدون اتفاق. أولا يعني الملء أو التخزين، أنا دايما أسميها التخزين أفضل من الملء، لأن كلمة الملء معناها إنه ملى السد، الملى الخزان بالكامل. لكن التخزين بيخزن مليار، بيخزن اتنين، بيخزن ثلاثة. فأيا كان التخزين الثاني هو مرفوض تماما من مصر والسودان بدون اتفاق أيا كانت الكمية. يعني احنا ما فرحناش لما قالوا ان التخزين هيكون عند 500، احنا موقفنا 73 بغض النظر حتى لو متر بالظبط 573 570 500. احنا رافضين المبدأ نفسه، احنا كنا يعني في اتفاق واشنطن لو هو وافق على كل البنود كنا موافقين انه يخزن عند منسوب 595 بس باتفاق على كل البنود. لكن بدون اتفاق لا نوافق على تخزين ولو مليار متر مكعب واحد. طيب هو دلوقتي هيتم التخزين يعني، ولذلك دلوقتي في التحرك المصري على اعلى مستوى. يعني شايفين دلوقتي التحرك الدولي ومحاصرة اثيوبيا من كل اتجاه، سواء من الدول الافريقية او الدول العربية او دلوقتي عن طريق مجلس الامن. هنا بقى في نقطة مهمة اللي فيها يعني التأثير على المواطن المصري. الحقيقة لما قلنا ان التخزين الثاني سواء بكميته 13.5 مليار او بتقل الكمية ل 3-4 مليار، بنقول ان المواطن المصري لن يشعر بأي ضرر من هذا التخزين. بأي كمية؟ بأي كمية. ليه؟ علميا ده مش ان احنا بنهون من الموضوع ولا بنقول لاثيوبيا خلاص خزني. لان مصر لما تبقى دولة قوية تكون عاملة حسابها لجميع السيناريوهات. واحنا الحقيقة احنا بس انا مش هفرط في المية. لا ما عشان كده ما ده اللي انا عايز افرط، يعني المسألة تأثر، انا مش هفرط في ميتي، انا ده اللي انا عايز اوضحه. ده اللي انا عايز اوضحه. بنقول الدولة القوية تكون عاملة حساب كل شيء. لان احنا عاملين حساب ان تبقى في سنوات جفاف. فالسد العالي بمخزونه لمواجهة سنوات الجفاف، واحنا شفناها على مدار التاريخ. لما بتأتي سنوات الجفاف سبع سنوات العجاف واحنا شفناهم حتى في الثمانينات. يعني مش بس في التاريخ والشدة المستنصرية، احنا عشناهم في الثمانينات. وبالتالي ممكن يحصلوا السنوات اللي جاية لا ندري. فإذا السد العالي أبو عامل حسابي، عامل حسابي من بدري. لما يجي موضوع زي سد النهضة ده هيعتبر جفاف صناعي، كأنه فترة جفاف. فبالتالي هنحمي المواطن المصري من هذا الشيء، والحكومة يعني والدولة المصرية لن تفرط. وبالتالي ده أنا بقول للمواطن أن المياه هتوصلك مفيش أي مشكلة فيها، ولكن الدولة بتسعى للحفاظ على حقوقنا والحفاظ على الاحتياط المائي في السد العالي، لأن هذا الاحتياطي يعني احنا ما واجهناش أمريكا في الخمسينات والستينات علشان نفرط في المياه بهذا الشكل. لا احنا لا نفرط في المياه. ولكن احنا عملنا السد العالي وكلنا عارفين ازاي اتعمل وبتأميم قناة السويس. والحقيقة يمكن هنا لو تشوف ان المكتب الاستصلاح الامريكي، امريكا راحت اثيوبيا في الخمسينات لكي تنتقم من مصر بما انها صممت على عمل السد العالي بالاتفاق مع روسيا وعملوا العدوان الثلاثي. امريكا لم تشترك عسكريا ولكن عملت ما هو اشد، انها راحت اثيوبيا لدراسه الاماكن اللي او الانهار الرئيسيه اللي بتصب في النيل، واختارت حوض النيل الازرق اللي بيمد النيل ب 60% من مياهه. ودخل راحت من سنه 56 لسنه 64 وخرجت بسبع مجلدات.
فيهم 33 مشروع لو اتعمل من وجهة نظر أمريكا أيامها إن هذه السدود تحجز المياه عن مصر وتجعل السد العالي دون فائدة.